سرطان، فانا ارجع لمعاوده الرياضه والانقاص الوزني ازاي بعد شهر رمضان؟ تمام، كل سنه الاول كلكم طيبين وبصحه طيبة وسعاده. وخير. طبعا في كتير خلال فتره شهر رمضان الكريم كانوا بيعملوا رياضه وكانوا داخلين شهر رمضان بتحدي وبالفعل نجحوا فيه، وفي غيرهم طبعا وات ايفر وقفوا لسبب او لاخر. مش مهم خلاص انت وقفتي ليه، المهم دلوقتي ان احنا قدام واقع هو انك هتبداي تاني تعملي رياضه. اهم حاجه المشكله دي طريقه تصرفك في المشكله. يعني انا خلاص دلوقتي قدام مشكله تصرفي فيها، بمعنى ان انا لازم ابدا اخد القرار، لان مفيش حاجه هتتعداكي. يعني انت اللي هتقدري تعملي برمجه ذاتيه لنفسك في انك تاخدي قرار ان انت هتبداي تاني تلعبي رياضه او هتبداي تفقدي الوزن اللي انت زدتيه خلال شهر رمضان. ده هيبقى ازاي؟ نفس كويس، نفتح كتافنا وناخد شهيق قوي ونبدا نعمل برمجه ذاتيه لحالنا، ونشعر باستمرار ان احنا اقوياء. رسولنا الكريم قال لنا ايه؟ لا يحقرن المرء نفسه. خلاص مفيش مجال لده، على طول بحكي مع حالي لا قد ايه انا قويه، انا اقدر، انا هعرف استمر، انا جميله، طبعا هقدر كل حاجه، انا عدريس. كل ده هيكون في حالك وهيكون في شكلك. خلاص عملت البرمجه الذاتيه دي، هبدا اخد القرار وابدا اشتغل على نزول الوزن. لما